شدد الرئيس السيسي على أن هناك حملات مغرضة تستهدف التشكيك في الإنجازات التي تم تحقيقها، داعيا أجهزة الدولة إلى توضيح الحقائق لمواجهة حملات التشكيك المغرضة. وأكد الرئيس السيسي الحرص على مصارحة المصريين بكل أمانة، حيث يتم تنفيذ كافة المشروعات بناء على دراسات علمية دقيقة. هل الدولة كانت محتاجة أنها تعمل ازدواج للقناة ولا لا؟ طب انا هقول لكم، احنا ساعتها تقريبا بنتكلم في حوالي 68 مليار جنيه اذا كنت انا فاكر، تمام مش كده؟ اللي هو حصل فيهم اكتتاب للمصريين ونزلوا في خلال اسبوع 10 ايام بالكتير كان المبلغ ده موجود معانا، وده اللي تم بيه يعني توفير التمويل اللازم للجزء ده. طيب وحصل كلام كتير في الوقت دوت، وتقال يا ترى ده مطلوب يتعمل ولا مش مطلوب، الدولة بتعمل ايه، وتشكيك. وانا بذكر دي عشان الفرصة للي عايز يدافع ويتكلم عن حالة الإساءة والتشكيك للدولة وخفض روح معنوية شعبها. المثال قدامكم وواضح، مش محتاج ان احنا نفكر فيه كتير. انت بتتكلم في كان تقريبا داخلنا 4.85 مش كده؟ تمام يا فندم، بالكتير يعني، تمام. قبل القناة، تمام. النهارده احنا بنتكلم في 5.5 و6 و7 ولسه لو انتوا جبتوا الرقم اللي اتدفع في الوقت دوت في عمل التوسعة ديت هتجدوا ان الرقم ده احنا خدنا اكتر منه خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا.